नै बुझ्छ यस्तो बच्चा हो भने नमाज यसको सही छ यसरी यसो बुझ्दैन भने नमाज सही हुँदैन उसको नعم اذا شروط الصلاه الاسلام पहिलो शर्त के भने हामी इस्लाम والعقل دوسرا کیا بنے بدھی مان یعنی عقل بنتی ہے والتمييز التفريق بين الاشياء تیسرا تمييز ہم نے بنا والنيه چوتھا شرط کیا نیت النيه هي ان اقول اللهم اني نويت ان اصلي في هذا اليوم نعم نیت کیا نے اپنا منا بنوس کہ میلے اہلے یہ نماز پڑھنا نیت کرے چھو اليوم الاول من شهر السابع 2018 यो दिन जुन छ नि दिनको यानि मनमा त्यो दिनको नियत राखेर कि यो दिनको नमाज यो बेलाको नमाज भनेर नियत गर्नु मुसल्लियन सलात अल असर जुन नमाज त्यसको पनि नियत गर्ने توقيت نيبال الساعه 4:15 دقيقه يعني نيبال को जुन टाइम छ त्यो टाइमको पनि नियत गर्ने कि नेपालको टाइमको हिसाबले हामी मान्दै छ في مدينه يعني بالبا كن 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 يعني شهرमा हामीले पढ्दै छौ कुन गाउँमा पढ्दै छौ त्यसको पनि नियत मनमा गर्छ मनमा मुसल्लियन 4 ركعات اصل قرات پڑھ رہے ہیں دوسری هل يصح هذا لا يصح النيه محلها القلب نعم النيه محلها القلب جسے ہمرو شغل بننے میں یہ اس کو کیسے نیت کرتا ہے مغلے میں یہ کی پڑھ رہے ہوں یہ ٹائم پڑھ رہے ہوں یہ ٹائم پڑھ رہے ہوں اس کو پچھاڑی پڑھ رہے ہوں نہیں یہ نیت صحیح ہوئی نہیں کہ ان نیت کو استعمال کیا مٹو ہردے مانچے والتلفظ بها بدعه مغلب انه يبدع في الصلاه الذي يتلفظ يقول اللهم نويت ان اصلي هذا بدعه ضلال جل وعلا كي يو كتاب الله لك سيدي اللهم اني نويت ان اصلي كذا كذا يو بدعه في الصلاه الاسلاميه ثابت كلام بك ولا بد من استقبال القبله استقبال الكعبه استقبال مكه يسري ني ضروري سنه نماز مكي من سي كعبه طرف اخر غرو سنه غرو يستقبل الكعبه في الفريضه وفي النافله وفي الحضر وفي السفر القبله طرف يو سبين وعلى ضروري سنه قبله تفهمو فرض جزء النافله وسط السنه وسط يترا ما هو غير ما هو الا النافله في السفر يصح ان يصلي حيث توجهت به الدابه او الراحله او القطار والسياره او الطائره ترى يدي كوي يترا ما سر رو اخو غاڑی میں جو گئی راس تتی بلا اس نے یدی کعبہ بائے پر ارو طرف پر پڑی یدی نماز پڑھے بنی مقرر اس کو نماز صحیح ہوتی ولا بد النافله فرض ہوئی نعم النافله فقط اما الفريضه لابد استقبل القبلة نافلہ ماتر ہوئی فی السفر فقط فرض مدر ریسا کہ اس نے اپنے انوار اللہ یکیر قبلہ رمکہ طرف پرس ولابد من ازالة النجاسة عن ثلاثة اشیاء عن البدن والمکان اللي يصلي فيه والثوب تیسری گری نی ناپاکی جسلی بنچے ہم نے نجاست جسلی بنچے تو تین چیز بڑا اٹھاؤنا در ریسا کپڑا بڑا پنی تھاؤ بڑا پنی راپنے جو بڑا پنی نعم فلو صلوا على بدن نجاسة او على ثوب نجاسة او في مكان نجس عالما بوجود النجاسه قادرا على ازالتها فالصلاه باطله यदि कसैले थाहा छ कि उसको जिउमा अथवा उसको कपडामा अथवा उसले पढेको ठाउँमा नजासत छ नापाकी छ त्यो पनि उले नमाज पढ्छ उसको नमाज स्वीकार हुँदैन बाध्य हुन्छ ولا بد من رفع الحدث الاكبر والاصغر فلو مثلا خرج منه ريح ولم يتوضا فصلاته باطله त्यसैले जसले हदस अकबर भन्छ अथवा हदस असगर भन्छ त्यसले पनि जाहिर गर्नु अथवा यानि खतम गर्न जरुरी छ जस्तो कि कसैको हावा निस्किन्छ त्यसले जरुरी छ कि वजु गर्नुहोस् आउ मतलब खारज मिनहु अलमनी वलम यक्तसल फसलातु बातिला अथवा कसैको वीर्य निस्किन्छ त्यसले पनि जरुरी छ कि त्यसले गुसल गरोस् यदि त्यसले गुसल गर्दैन त्यसको नमाज बातिल हुन्छ वलाबुद मिन दुखुल अलवक्त फला यसह अन युसल्ली क़ब्ल अलवक्त वकذلك لا يتعمد اخراج الصلاه عن وقتها تسليني نماز کو لگے نماز پڑھنا ہے ضروری ہے کہ جو نماز جو پہلا سے تھی بلا پڑھنے تو بلا اندر پہلا اور تو بلا اندر پسی پڑھنے اور پڑھے ولی نماز سویکاری ہو گئی ولا بد من ستر العوره او اخذ كامل الزينه في الصلاه تسليني شرم کا عرض پاونا یعنی لگاونا ضروری ہے کپڑا بٹ اور وہ پورے لگا لانا بھی ضروری ہے الاسلام پہلا شرط کیا ہے اسلام والعقل دوسرا عقل بنے والتمييز تمييز تیسرا والنيه نیت چوتھا وستر العوره شرم کا چھپونا پانچواں ودخول الوقت چھٹا کہ بنے قبلا یعنی نماز قبلا داخل استقبال القبلة ساتو کہ بنے کہ قبلا اور مکہ طرف اپنا نور ازالة النجاسة نجاسة ناپاکی دور کرنا رفع الحدث رفع الحدث بنے حدث یعنی کہ ناپاکی ہستی ہو افضل سانو چولو حدث ہنچ تینا حدث اکبر حدث اصغر کہ بنی زائد نو سیدہ یعنی 57 اپنا جیو بڑا راہ بڑا نعم كذلك الان عندنا مبطلات الصلاه مبطلات الصلاه نعم کہ قران سن جس نے نماز باطل ہنچ سکاری ہوئی
مبطلات الصلاة، أولا لابد أن نعرف أن الحركات في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. حركة محرمة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة، وحركة مستحبة، وحركة واجبة. الحركة المحرمة يأكل يشرب في الصلاة، يضحك يكثر من الحركات حتى تظن أنه غير مصلي، نعم. الثاني حركة مكروهة، هي الالتفات اليسير في الصلاة، هذا مكروه، أما كثير محرم. الحركة الثالثة الحركة المباحة، هي الحركة التي تكون لحاجة. مثال الآن هذا هو يصلي، سقطت النقود من جيبه فوضعها بأدنى حركة خاف عليها من السرقة، يصح. أو سقطت النظارة وخاف عليها تكسر رفعها، يصح، حركة مباحة. الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة كسد الفرج. حركة مستحبة جسلي منزل يعني جسلي كرنا منزل الصلاة كونجها كي حركة هو جسلي كرنا منزل يعني نماذج بالي كون بنا منزل جسلي كي نماذج كذا هني صعب كارو بيج تو خالي ثا منزل تلي كورا كرنا. الخامس حركة واجبة، إن لم يتحرك بطلت الصلاة، يتوقف على هذه الحركة صحة الصلاة. بعد كسين جسلي أنيواري حركة يعني حركة واجبة منزل راتيو كرنا وين نماذج باتي منزل. مثال وهو يصلي وجد مثلا على غترة على طاقية نجاسة، وجب عليها أن يزيل هذه الطاقية وإلا بطلت الصلاة. الآن نذكر مبطلات الصلاة. الأول الكلام العام مع العلم والذكر، يعني تكلم في الصلاة متعمدا ذاكرا عالما حرمة الكلام في الصلاة. جسر النماذ نماذ بنت القرآن قرشا ورسنغا قدر لي يبسوا سرسك نماذ القرآن يعني روك لغاية دور روك لغاية بسر يدي قصر يستوك سرسك تسكو نماذ كلمان باطل. فلو تكلم وهو ناسي أو جاهل यदि कसले कुरा गर्छ र कुरा गर्छ तर उले थाहा छैन कि यो मनाइ गरेको छ अथवा उले बिर्सेर कुरा गर्छ او تكلم لمصلحه الصلاه مثلا الامام اخطا وهو نبه الامام على هذا الخطا فالصلاه صحيحه अथवा कुनै मसलहा चाहिँ कुनै के गर्ने कुनै कुराहरु देखेर त्यसले बोल्छ जस्तो कि इमामले के गल्ती गर्यो त्यति बेला बोल्छ मान्छेहरुको दिनले त्यसले नमाज बाटो दिन बरु नमाज सही نعم. الثاني من مبطلات الصلاه الحركة الكثيرة المتوالية المتتابعة عرفا لغير حاجة، يعني عرفا اعتراف تظن أنه غير مسلي، يعني وهو يصلي الآن ينظر يفتح الجوال ثم ينظر في الأرقام والاتصالات التي وردت عليه، فهذا تنظر إليه تظن غير مصلي، هذه حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة تبطل الصلاة. त्यसै गरी नमाज बातिल गर्ने दोस्रो किसिम हो, दोस्रो उदाहरण हो जसले जस्तो कि मान्छेले नमाज पढ्दाखेरि धेरै हरकत गरोस्, बारम्बार त्यही हरकत गरोस्, यदि कसैले उसले देख्छ नमाज पढ्दा उसले के सोच्छ भने नमाज पढेको छैन, नाम यसो गर्यो भने कसैले उसको नमाज बातिल हो. الاكل والشرب नमाजमा खानु खाना खाना पिउन पनि नमाज बातिल गरिन्छ. الضحك जोरले हाँस्न. الالتفات الكثير عن القبلة نعم يعني هذه القبلة هو التفت هنا أو هنا أو هنا جس تجي قبلة إتا هو ترى وصل نماذج مزاني بودي بارم بار إتا قصر فيلي تابو قصر خالي قصر فيلي تابو قصر انكشاف العورة
وبالأمس قلنا لكم خاصة من يصلي في البنطال إذا ركع أو سجد انكشفت العورة الصلاة باطل. انتقاض الطهارة يعني لو خرج منه ريح انتقض الطهارة لا يستطيع أن يكمل الصلاة، الصلاة باطل. لكن لو شك هل خرج منه ريح أو لا لا يترك الصلاة أبدا. أركان الصلاة القيام مع القدرة، لا بد من القيام في الصلاة، لا بد أن يصلي قائما في صلاة الفريضة. فرض ما أدرى من شيء في طريق الصبح كذا شمتة سه، ولذلك الإنسان يبارك شيء وبيرد ما تقول. أما إذا كان عاجز عن القيام بالكلية لا يستطيع القيام سقط عنه القيام، أو يستطيع القيام لكن يأتيه ألم حتى لا